طيب يعني كلمنا عن المبادرة بقى بتاعت السنة دي أو بتاعت العزل المنزلي، يعني بمعنى أصح إنه يمكن الناس دلوقتي محتاجة تقرأ أكتر وتسلي بصي وقتها. الموضوع ببساطة جه إن أنا كنت بتابع موضوع الكورونا فيروس من قبل ما يبدأ الاهتمام فيه في مصر على المستوى الشعبي. سابق عصرك يا مصطفى. من الشهر يعني مش سابق عصري، بس اوريدي كان في، أنا ليا مجموعة كبيرة من الأصدقاء الغير مصريين فجأة لقيتهم لغوا رحلاتهم لمصر، قالوا لي في مشاكل صحية وفي وباء وأنا مش عارف هما بيتكلموا عن إيه، الكلام ده كان في يناير. فاوريدي خدت الصدمة بدري. فلما بدأ الاهتمام في مصر بالموضوع الناس انشقت لجزئين، في تهويل كبير قوي للموضوع وفي تهوين للموضوع برضه بشكل كبير جدا، وفي حالة صدمة عند الاثنين. فالوقت اللي كانت الناس مصدومة فيه أنا كنت اوريدي تجاوزت الصدمة وبدأت أفكر بشكل أهدى إيه اللي ممكن يتعمل علشان الناس تبدأ يعني تهدى شوية أو تبدأ إن هي تتعامل مع الموضوع بعقلانية شوية. بدأت بترشيح أفلام، ترشيح كتب، بعد كده لقيت إن، لاحظت إن في كتب كتير من اللي أنا برشحها الناس مش عارفة تتحصل عليها، أو كنا لسه أول أسبوع في العزل أو أول أسبوعين. فعملت مبادرة بسيطة إن يا جماعة أنا في جزء من مكتبتي بقيت يومياً أنا أكتب بوست معاه أسماء وصور الكتب اللي أنا ممكن إن أنا أطلعها للإستعارة، على إن مدة الإعارة تبقى لمدة أسبوع، كتاب واحد لكل شخص لمدة أسبوع، علشان من ناحية يخلصه ومن ناحية يبقى في فرصة لحد تاني إن هو ياخد كتب. وقد كان فوجئت بقى إن الناس أقبلت على الموضوع، الناس حبت الموضوع جدا، وقابلت أكتر من حد، قابلت حوالي 9 أشخاص في 3 أسابيع بمعدل كان كام كتاب اللي طلع، أنا كاتب ورقة حوالي 22 كتاب أو 23 كتاب. طيب في استجابات تانية من ناس تانية بدأت تعمل زيك؟ بدأوا يبعثوا بي دي اف، يعني ان هو يبعت الكتاب الورقي بتاعه، يعني انا ما شفتش ده، بس انا طالبت يعني او تمنيت ان الناس تعمل دوت، وكتبت ان الفتره ديت هي الفتره اللي نبدا كل حد عنده خبره في حاجه ما يبدا ان هو يشاركها مع غيره. هي دي الاهم يعني، او الوقت الانسب ان احنا نعمل فيه ده مع بعض. وطالبت ان علشان الموضوع يبقى برضو احتياطات الامان تبقى موجوده، انا خصصت ان انا اقابل الناس في مناطق معينه، اللي هي انا ما بقتش اروح شغلي، فبالتالي ما بقتش طريق المكتب بتاعي ما بقتش اعدي عليه. فحددت الاماكن اللي هقابل فيها الناس اللي هي في المحيط بتاع السكن بتاعي، وطالبت ان كل حد في المنطقه بتاعته يعمل ده. من ناحيه هنقلل الاختلاط، انا مش هضطر ان انا اروح اماكن بعيده، مش هضطر اختلط بعدد اكبر، فهلتزم بالاجراءات الصحيه المفروض نتبعها، وفي نفس الوقت في المحيط بتاعي بطريقه ما بحاول اهون على الناس. وطريقه ان كل حد في منطقته يعمل ده، اي حد عنده كتب حابب ان هو يستغني عنها لمده اسبوع او 10 ايام يعمل دوت. بس ما جاليش ان حد عمل ده، ما عدا ناس في حد من سوهاج وحد من قنا بعتوا لي ان هم بداوا يعملوا دوت مع اطفال في المحيط بتاعهم. حلو قوي.